رجينا وحتى جينا رجينا وحتى جينا البوليس ياخرج لينا البوليس ياخرج لينا. كيفاش نعرفوا ان المنتدى الوطني لحريه حقوق الانسان اليوم ارتقى يدير واحد الوقف احتجاجيه تضامن مع هذا الشرط المرور؟ كيف تنشوفوا كل عرف ماذا وقع يوم الخميس الماضي؟ تنقدموا التعزيه الحاره لاسره عثمان والمصابين الله يشافيهم، ولكن ما نساوش ان النفسانيه ديال هذا الشرطي اللي تيعاني الليله كان تيقوم بالواجب ديالو، ها اليوم صبح مع المعتقلين، صبح من مع السجناء. هذا الشرطي المرور اللي كان تيحارب الجريمه، كانت عنده غيره على الوطن، كان تيحمي المواطنين، اليوم صبح مع السجناء نفس السجن. من هذا المنبر ديالكم تنطالبوا المسؤولين، تنطالبوا الجهات المعنيه ان تدخل على الخط وتم افراج على هذا الشرطي المرور، لاننا ولينا مؤخرا دابا منذ وقوع الحديث ولينا تنشوفوا الاستفزازات التي ولاو تيقوموا بها اصحاب الدراجات الناريه في الشوارع، ولجا الامن تيشوفوا ما يقدرش يدير حتى شي تدخل نظرا لما وقع للصديق ديالهم وما وقع للزميل ديالهم هو في السجن، حتى واحد ما بقى باغي يتبع شي واحد، وتنطلب من المسؤولين باش يدخلوا على الخط وشكرا. اليوم كنتضامنوا مع الشرطي المعتقل، الشرطي المعتقل اللي دار خدمته اليوم كنلقاوه اليوم راه في عكاشه، الشرطي اللي دار خدمته دابا في عكاشه، وعلاش جينا باش نوقفوا معاه نتضامنوا معاه؟ حتى ما نتقبلوش اننا واحد كيدير خدمته تيلقى راسه معتقل، وتبغيو المجرمين، دابا المجرمين غيبداو يتبردوا علينا دابا، من رجل امن يتبع ويلقى راسه معتقل، يعني علاش عطيت هذاك الا ما بغيتيش يتبعوا؟ علاش عطيت هذاك الشرطي علاش عطيت هذاك الموطور يتبعوا؟ علاش عاطينو الحيدو اللي بدو شينونسي؟ هذه راه رساله كنوجدوها للاداره العامه، المواطن وحنا عندنا الثقه في القضاء، ان هذا السيد خاصو يخرج، وهذا السيد راه دار خدمته، الا كنتو كتفكروا حنا الحمد لله عندنا الامن والامان في البلاد، وعندنا الثقه في الامن والامان، وعندنا وبلاد راه بلاد الامن والامان، واللي بغى الامن والامان راه ما خاصوش يدير الخدمه هذه، انك باش تعتقل واحد دار خدمته، راه هناش كتبين، كتقول لك كتخوف رجال الامن من خدمته، مع انهم ما يديروش خدمته، حنا الحمد لله كتعرفوا رجال الامن، راه السوايع ديالهم كيفوتوهم. وكي كلشي كيدوز باش تكون الخدمه مزيانه، ولكن باش بنادم يخدم فوق جهده، دابا راه كما كتسمعوا والديهم وحبابهم وصحابهم رجال الامن كيقولوا لهم وحدي راسك عندك شوف شو واقع عليه، انه باش تعتقل راه عنده عائلته، وانا باش يدوز العيد ديالو هكا راه ما تقبلناش، وحنا راه غنتضامنوا مع هذا الشرطي في اي بلاصه في اي بلاصه نمشيو وقفه هنا وغادي نمشيو معاه حدا المحكمه وغنمشيو، وحنا جينا كنعبروا لهذوك المجرمين اللي لداخل باش يعرفوا الله يفرج عليهم الا كانوا، اما باش يعرفوا بان هذا راه ماشي مجرم، هذا راه بطل. اما باش نشوفوا التواصل الاجتماعي كيهضر وبنبداو يتحكم في التواصل الاجتماعي في الاداره راه ما نتقبلوهاش هذا. والسلام عليكم ورحمه وبركاته. اولا قبل كل شيء اتقدم بتعازي الحاره ديالي الى عائله المفقود خويا عثمان اثر هذا الحدث، فكنقول لمنته الله يصبرك، كنقول لعائلته الله يصبركم. والنقطه الثانيه اللي احنا علاش جينا في هذه الوقفه الاحتجاجيه، جينا كنساندوا هذا الشرطي اللي هو وراء الاعتقال، يعني شنقول لك واحد الانسان كان كيقوم بالواجب الوطني ديالو على واحد الوليد ما امتثلش، فكان حد الاجل ديالو في ديك الساعه ونوجهوا واحد التهمه يعني لهذا الشرطي هذا. انا ضرني خاطري، انا كرأي شخصي ضرني خاطري، ما خصيتش تعتقل هذا البوليسي، كاينه حفره، علاش ما كناش الحفره؟ علاش ما سولناش رئيس المقاطعه اللي تابع لي ديك الحفره؟ علاش ما سولناش؟ علاش البوليسي تعتقل؟ علاش اللي كاين مسحوه في البوليسي؟ علاش ما كنفكروش حنا البوليسي؟ اي حاجه البوليسي البوليسي، علاش ما كنشكروش حنا البوليسي اللي هو كيسهر الليل وكيقدم يد مساعده، هو مع شفار هو مع خمار هو مع قمار، علاش؟ بالعكس حشومه، الظلم ظلمات يوم القيامه. هاد البوليسي هذا علاش ما يكونش في متابعه في حاله صراحة؟ حتى تبان الادانه ديالو، حتى يثبت شي حاجه كتثبت بانه هو اللي هو السبب ديال القتل ديالو. لمن كتوجه رسالة؟ رسالتي انا كنوجهها لإدارة الأمن، السي عبد اللطيف الحموشي يشوف من هذا الوليد هذا ويعاين الحالة ديال هذه المسطرة هذه ويتبع الإجراءات ديال هذه المسطرة كي غادا ويوقف مع هذا الوليد ما يتخلاش عليه. هذا الشيء اللي بغيت نقول، أنا ما دار والو، هذا الشيء السبب ديالو عدم الإمتثال، عدم الإمتثال. وأنت راك كتشوف هذه يومين ولا ثلاث أيام اش واقع، ملي تشد هذا البوليسي راك كتشوف دراجات نارية ولاو دايرين عدم استعمال الخوضة، عدم احترام قانون السير. شكون هذا دار كلشي خاف على راسو؟ عيب وعارو حشومة. شكرا بزاف. واك واك على شوها، واك واك على شوها، واك واك على فضيحة، واك واك على فضيحة، الشفارة على برا، الشفارة على برا، مخالفين على برا، مخالفين على برا، من الشارع على برا، من الشارع على برا، الفوضى في الشوارع، الفوضى في الشوارع. البوليسات عكاشة.